طيب دلوقتي هشرح اللي هو التري، ازاي نقدر نحل مسألة التري، اي مسألة تري. طبعا هي المسألة اللي انا هحلها دي كنا خدناها في الاسايمنت وتقريبا ما اتحلتش ولا في السكشن ولا في المحاضرة، لان اللي اتحل في المحاضرة او السكشن كانت المسألة الموجودة في السلايد، لكن المسألة دي احنا خدناها ساعتها كويز وخدناها في الاسايمنت و تقريبا اللي حل وسلم مش متأكد من حله، والمسألة دي دايما بتيجي في الفاينل بتاع، يعني جت في الفاينل السنة اللي فاتت. فطبعا عشان نحل المسألة دي أو أي مسألة تري عشان نعمل فيها عملية الانسيرشن أو نعمل فيها عملية الديليشن، لازم بحسب القيم بتاعة القوانين دي. تمام. طيب الماكس نمبر اوف تشيلدرن هو ام. ايه هي ام؟ هو في المسألة بيقول لك إن دي أوردر 3، فالتلاتة دي هي الإم. تمام. يبقى الماكس نمبر أوف تشيلدرن بتاع المسألة اللي إحنا بقى بنتكلم عليها دلوقتي إيه؟ ماكس نمبر أوف تشيلدرن هو تلاتة. طيب الماكس نمبر أوف فاليوز، أقدر أخزن كام فاليو في النود ديت؟ تمام. أقدر أخزن كام فاليو في النود دي أو في النود دي؟ فديت القانون بتاعها بيقول لك إم ماينس 1 يبقى 2. الماكس نمبر اوف فاليوز 2. طيب المينيمم نمبر اوف تشيلدرن بيقول لك ايه؟ انا دلوقتي عندك الروت ده بيشاور على 2 تشيلدرن، عندك ده بيشاور على 2 تشيلدرن، الشيلدرن ده اللي هو 30 و40 والشيلدرن ده اللي هو 60. طيب ايه اقل عدد من الشيلدرن يقدر النود دي تشاور عليها؟ فده بيتحسب عن قانون عن طريق القانون اللي انت بتقول له ام اوفر 2. ام هنا في الحاله دي ب3، 3 على 2 ب1 ونص. فهو بيقول لك لما يكون عندك كسر انت بتقرب للرقم الاكبر، يعني 1 اوفر 2 يعني اسف 1 ونص هتتقرب تبقى 2. يبقى المينيمم نمبر اوف تشيلدرن 2. طيب الميني نمبر اوف فاليوز بتاخد الاثنين اللي هو الميني نمبر اوف تشيلدرن بتماينس منه 1، يبقى اقل عدد من الفاليو تقدر تحطها في النود دي او في اي نود هي واحده. تمام. طيب احنا في عمليه الانسيرجن، يعني لو هو دلوقتي قال لي هيحط، لو هو دلوقتي قال لي ضيف رقم انسيرت 77. عامه عشان ما نشغلش بالنا كتير بالقوانين دي، اي عمليه انسيرت انت مش هتحط في بالك الحوار بتاع المينيمم نهائي، انت هتكون حاطط في بالك اللي انت تشوف الارقام بتاعت الماكس نمبر اوف تشيلدرن والماكس نمبر اوف فاليوز، ده اللي انت هتكون مهتم بيه وانت بتحط وانت بتعمل عملية الانزيرجن وانت بتضيف رقم في تري. لكن في حالة اللي انت بتمسح رقم من التري انت مالكش دعوة بالماكس ده خالص، لان انت عمرك ما هتحط حاجة فتخلي الماكس يزيد، انت هيكون ليك دعوة بالمينيمم. تمام. طيب اللي هو قال لك اعمل انسيرت ال 77، في كونسبت لازم يكون معروف. الكونسبت ان هو لو انا دلوقتي عندي الماكس نمبر اوف تشيلدرن، عندي الماكس نمبر اوف فاليوز 2، معنى كده ان النود دي ما تقدرش تاخد اكتر من 2 فاليو اللي هي 75 وال 80. لو انا حطيت حاجه ما بينهم يحصل عمليه اسمها عمليه انشطار او سبليتنج. سبليتنج يعني لو انا عندي 1 2 3 متخزنين، لو انا عندي 1 2 3 متخزنين جوه ريكتانجل كده حلو، فال 2 فديت لما هيحصل عملية الانشطار هتخلي ال 1 في صندوق لوحدها كده وال 2 هتخليها في وال 3 هتخليها في صندوق لوحدها وال 2 هتطلع فوق هتبقى في صندوق ماسكها. تمام. هنحط فيه ال 2، فال 2 هتشاور على الأقل منها اللي هي الواحد والأكبر منها اللي هي التلاتة، لأن أنا عندي في التري اللي على يمينها بيشاور على الرقم الأكبر، يعني الخمسين يمينها بيشاور على الأكبر منها واللي على شمالها بيشاور على الأصغر منها. تمام. ده الكونسبت سريعا بتاع الانسيرشن. الانسيرشن لو هو دلوقتي هتضيف
طبعا معلش بقى، هو دوت هيكون الرسم على الحل عن طريق برنامج الرسام، فهيكون في ايه بطء شوية في الحل بتاعي. انسيرت 77. طيب تعالى نيجي كده، انا عايز احط 77. 77 يعني اكبر من 70، يعني انا همشي في الجزئية دي. طيب 77 هل هي اكبر من 90؟ لا اقل، انا هروح للجزئية ديت. يبقى نزلت هنا بقى كام؟ لو انا عملت ترتيب من الصغير الكبير بقت 75 وال77 اللي انا عايز احطها وال80. يبقى انا كده ممكن بلون مختلف اكتب له اللي انا هنا في 77 دي اللي انا عايز احطها. طيب مش احنا كده قلنا ان الماكس نمبر اوف فاليوز في النود هي 77 2 بس، انا كده هخليهم 3. طيب ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان هو يحصل عملية انشطار. 77 دي هي اللي ما بين 80 وال75، هي اللي في النص، فهتطلع فوق. حلو، يبقى 77 اللي احنا كتبناها دي ولا كأنها موجودة. هنعمل ايه؟ هتطلع فوق، هتبقى 77 هنا. حلو حلو، 77 لما هتطلع هنا ورتبني ترتيب تصاعدي بقت 77 90 100. حلو، طيب التسعين هي اللي ما بينهم، ودي كده لأن هي كده تخطت الماكس، فالتسعين اللي هيحصل التسعين هتطلع فوق. ليها مكان؟ اه ليها مكان، التسعين هتحط هنا. واللي هيحصل بقى، مش احنا قلنا في عملية الانشطار كل واحدة بتتقسم، يعني مش احنا قلنا 1 2 المثال بتاع 1 2 3 قلنا 2 لما هتطلع فوق هتخلي ال 1 في صندوق لوحدها وال 3 في صندوق لوحدها. طيب فبالتالي لما هنعمل العملية ديت ال 90 هتطلع فوق، فهتخلي ال 77 دي في صندوق لوحدها وال 100 دي في صندوق لوحدها، ده بيشاور على حاجته وده بيشاور على حاجته، وال 90 اللي هي كانت بينهم هتطلع فوق. طيب الكلام ده يتطبق ازاي على الرسم؟ هنشوف. ادي اول حاجة، هنحط هعمل بس المربعات، هنحط هنا السبعين والتسعين ونحط الفاصل اللي ما بينهم، وطبعا الجزء اللي على اليمين ده الجزء اللي على الشمال ده احنا ما عملناش فيه حاجة، فهنسيبه زي ما هو، هنزله زي ما هو، هوقف الفيديو قبل ما انزله زي ما هو. تمام، دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا الجزئية اللي انا قلت وقفت فيها الفيديو اللي احنا ممسكناهاش، اللي هي الجزئية اللي على الشمال دي. طيب احنا دلوقتي قلنا 90 دي طلعت لما هتطلع فوق، هتقسم 77 دي في صندوق لوحدها وال100 دي في صندوق لوحدها. طيب يبقى انا كده عندي ديت اللي في النص دي هتشاور على ايه؟ هتشاور على 77 اللي هي بقت في صندوق لوحدها اللي هو ده. يبقى هنا هنحط 77. طيب ويبقى دي 77. طيب واحنا قلنا طبعا ايه الجزئية دي في الديسكروبر، طبعا احنا قلنا 77 هتبقى في صندوق لوحدها وال100 في صندوق لوحدها. ال100 دي اللي كانت بين اهي اكبر من 90، يبقى هنا 90 دي هيكون جنبها 100 كده بكل بساطة. هنا نحط ايه؟ 100. طيب مش احنا 100 دي، هنيجي بقى دلوقتي لكلام مهم، مش احنا 100 دي الأكبر منها كان كام؟ هي كانت هنا في المسألة، ده رأس السؤال على فكرة، يعني المية كانت في الأكبر منها كانت بتشاور على 110 و120 والأصغر منها كان بيشاور على 95. حلو، يبقى أنا كده هعمل الصندوق ده أو النود ديت يعني والنود دي، وهحط الفواصل. هو موضوع ممل شوية بالنود البرنامج بتاع الرسام، بس للأسف التابلت مش شغال. ماشي، 95 ونظبط الأسهم.
يبقى اللي على شمالها أصغر من ال100 واللي على يمينها أكبر من ال100. عظيم، رائع. طيب 77 بقى ايه نظامها؟ مش احنا قلنا ان هنا 77 دي لما كانت في النص ما بينهم، قلنا 77 طلعت فوق، قلنا لما حاجة بتطلع فوق بتقسمهم بوكسين، بتقسم ده بوكس لوحده ده بوكس لوحده، بتفصلهم. يعني احنا اتكلمنا طبعا مثال ال 1 2 3 كان موضح جدا، قلنا يا سيدي ال 2 ديت ما بين ال 1، ما بين ال 1 وال 3، ال 2 دي لما هتطلع فوق هتبقى كده. يعني احنا دلوقتي قلنا 1 2 3 حلو، قلنا دلوقتي لو انا ال 2 دي هتطلع فوق يبقى في الحالة دي، في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ بعد ما كانوا في بوكس لوحدهم دي هتبقى في بوكس لوحدها وهتشاور على شيء، ودي هتبقى في بوكس لوحدها وهتشاور على شيء تاني خالص، ودي مش موجود. تمام، ودي هيكون ليها ليفت ورايت، ودي هيكون ليها ليفت ورايت. تمام، طيب يبقى دي هتعمل ايه بقى؟ يبقى احنا هنا في المثال بتاع 77، 77 كانت في النص طلعت فوق، فصلت دي وفصلت دي، في 75 هتبقى اصغر من 77. يعني هنعمل لها صندوق لوحدها كده، طبعا معلش بقى الصندوق ده هيكون لازق في ده شوية، بس ايه بظبط الخط بتاعه. دي هتكون 75. طيب اللي على الناحية التانية هتكون 80. طيب يبقى انا كده عندي ايه؟ انا طبعا ما لعبتش في الجزئية دي خالص، تمام، انا لعبت في الجزئية دي. عندي السبعين اكبر منها، لازم في السبعين عشان تعرف انت حلل صح ولا لا، السبعين تحط ايدك على السبعين تقول كل اللي على يمين السبعين كله اكبر من السبعين، مفيش حاجة اصغر من السبعين، فادي هو 77 75 كل دول اكبر من السبعين، فانا كده صح. تمام، تمسك الجزء بتاع التسعين تقول انا كل اللي على يمين التسعين اكبر من التسعين فعليا، 95 ومية ومية وعشرة ومية وعشرين دول كلهم اكبر من التسعين، وكل اللي على شمالها اصغر منها، 77 75 80. كذلك تمسك السبعة 77 اللي انت عملتها دي تقول فعلا 77 دي المفروض كل اللي على يمينها اكبر منها، وكل اللي على شمالها اهو اصغر منها فعلا. انت كده حلل صح، يبقى انت كده عملت انسرت 77 صح. تاني حاجة عايزين نعمل insert للرقم 115، insert أمجد insert 115. ال 115 يحصل ازاي بقى؟ بص يا سيدي، ال 115 هتروح هنا، هتمشي في التري. 115 أكبر من التسعين، يبقى أنا مش همشي ولا هنا ولا هنا ولا همشي ولا في الجزئية دي خالص، مش همشي فيها خالص، همشي في الجزئية دي في السب تري دي. يبقى ال 115 تنزل هنا، 115 أكبر من المية، يبقى هتمشي في الجزئية دي. ال 115 هتتحط فين؟ هتتحط هنا، يبقى نكتبها بلون مختلف، يبقى المفروض 110 115 120 لو انت بقى هترتبهم. طيب مش احنا قلنا ان ديت ما تستحملش اكتر من 2 فاليو؟ ايوه ما ينفعش. يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عمليه انشتار، ان ال 115 دي تطلع فين؟ تطلع فوق. حلو، يبقى ال 115 دي هتطلع فوق، هتطلع عند ال 100، يبقى احنا كده هنشيل ال 115 من هنا، وطبعا هتفصل الاتنين دول وهنحط ال 115 هنا. تنفع؟ تنفع. ليه؟ لان انا هنا عندي 1 فاليو، فممكن احط التانية عادي، لان ديت لسه حتى لما وصلتش ما اتملتش لسه، فاضيه، فاضل لها واحده، فالواحده اللي ناقصه هي ال 115، فال 115 ينفع تتحط هنا. طيب ماشي، نطبق الكلام ده على الرسم. يبقى احنا كده خلينا نكون متفقين، انا الجزء ده
ما لمستوش، ما لمستش الجزء ده خالص. يبقى انا هعمل دلوقتي رسمة جديدة هحط فيها كل ده، هعمل ايقاف للفيديو دلوقتي هعمل فيها كل الجزء ده، والجزء اللي احنا هنعدل فيه اللي هو ده، هو ده اللي انا ايه هشرحه. طيب ورجعنا تاني، عملت انا الجزئية ديت اللي انا رسمت الجزئية دي تاني اللي انا ملعبتش فيها خالص، وجينا عند الجزئية ديت اللي فيها حصل التغيير. زي ما قلنا 115 لما هتنزل هنا ما بين 110 و 120 115 هتطلع فوق، هتلاقي ان في مكان بين 100، فطبعا ديت هتتقسم طبعا صندوقين او بوكسين، بوكس هنا وبوكس هنا، وطبعا 100 و 115 هتتحط. هنشوف الكلام ده يتعمل ازاي على التري. ادي اهو عادي جدا بيشاور هنا، من البوينتر اللي في النص. جينا قلنا هنا هنحط 100 بتاعتنا، حلو ان احنا قلنا 100 فوق اساسا، تمام. فالمفروض 115 ما تتحط، هيتحط ما بين 115 و100 بوينتر، يعني على حته زي دي كده في النص ما بينهم. ليه؟ عشان تقول تحد، عشان تشير للارقام اللي ما بين المية والمية وخمستاشر اللي هي زي ايه، زي المية وعشرة. وهنشوف الكلام ده ازاي. 115 تمام، ده 115. انا كده حطيت الجزئية اللي انا في النص، ان 115 لقيت مكان فوق فاتحطت عادي جدا. طيب المفروض المية دي البوينتر ده يشاور على الأقل منها، هي كانت بتشاور على كام؟ اللي أقل منها كان بيشاور على 90، عظيم، يبقى هخليها تشاور على 90. هعمل كده ريكتانجل وأخليها ربع، بس المساحة تاخد تمام، وأخليها تشاور على 90. يبقى دي كده دي 90، تمام. تمام الأكبر منها كان بيشاور على إيه؟ الأكبر منها يا سيدي كان بيشاور على ده، الأكبر من 100. المفروض 100 دي الأكبر، ما الأكبر منها وما بين 115 للمية هو 110، لأن احنا قلنا 110 و120 كل واحدة بقت مقسومة في صندوق لوحدها خلاص، فكل واحدة انفصلت عن التانية. الصندوق ده زي ما قلنا، افتكر المثال بتاع 1 2 3، فكده 110 دي بقت ضمن الجزئية اللي هي هنا، تمام، ضمن الجزئية اللي هي هنا زي ما احنا عملنا الحوار ده بالظبط يعني. فهنا هنحط كام؟ هنحط 110 طيب، رائع. يبقى كده دي بتشاور على 110، والأكبر من 115 اللي هو كان 120. خلاص احنا كده عملنا الانسيرت بتاع 115. عايز يعمل انسرت الرقم كام؟ والله انت عايز تعمل انسرت للمية وخمسة. طيب بسم الله نروح المية وخمسة، تتحط ازاي؟ المية وخمسة هتنزل هتروح للتسعين، اكبر من التسعين المية وخمسة هتنزل هنا، اكبر من المية هتنزل تحت. بقى في كام؟ هتنزل على الجزئية دي لان هي بقت اكبر من المية، تمام. فالمية وخمسة لما هتنزل هنا، لما هنغير بس الكلر كده، يبقى اما هتنزل ونرتبها في النود دي هتبقى 105 و110. تستحمل او تستحمل ليه؟ لان انا عندي النود بتشيل ماكسيمم تو فاليو، تمام. فانا اهو بقت تو فاليو عادي جدا ما تأثرتش. فانا بالنسبة لي الليلة اللي هي بالاسود دي كلها زي ما هي از سيم، ما فيهاش اي مشكلة، وهتتكتب زي ما هي، كل الاسود ده هيتكتب زي ما هو،
طبعا ده الميزة ان المسألة دي بتتحل بسرعة، فهتكسب وقت كتير عشان تفوق للأسئلة التانية. فال105 دي هي بس الرقم ده اللي هيتكتب جوه الصندوق، مش اكتر ولا اقل. فهو اعتبره يا سيدي اهو كتب كده. انت تمام عملت الانسيرشن لل105، وقولها عشان بس ايه محدش يتضايق. اهو انت كده عملت الانسيرت لل105، انت مجرد بس حطيت الرقم 105. طبعا ما تعملش كده، انت هترسم الرسمة دي من جديد عشان ما حدش برضو يقول ان انا قلت حاجة ده انا، لا انت تعدل الرقم. لا، انت هترسم الرسمة من اول وجديد وتحط فيها 105. شوف، انت مش هتعمل حاجة غير ان انت تضيف الرقم ده جوه الصندوق ده بس، لكن معلش هو لازم الرسمة من جديد. طيب اخر رقم هيتضاف هو كام؟ طيب اخر رقم هنحطه اللي هو مطلوب في المسألة يعني 107. رائع. ال107 تتحط ازاي؟ طبعا هو الفيديو حاليا معدي ل 20 دقيقة. طبعا المسألة دي بأي حال من الأحوال، يعني أدينا أهو بنحل على برنامج الرسام والماوس، يعني مفيش ماوس يعتبر، وبرسم على التاتش باد. 20 دقيقة المفروض المسألة دي ماكسيمم يعني بدون تفكير، لأن المسألة بتيجي بنفس الأرقام بنفس الإضافات. 10 دقايق 7 دقايق بالكتير يعني، فديت هتخليك تكسب وقت اللي انت تشوف المسائل التانية. طيب 107 هتضاف فين؟ 107 هنشوف، هننزل على التري بتاعتنا، اخر رسمة تري احنا عملناها اللي ضفنا فيها 105 يعني. هنقول له 107 هتمشي اكبر من 90، اكبر من 100. طيب يبقى هنا المشكلة بقت 105 107 107 ننتقلها كولر تاني. 107 لما لانها نزلت في النوت دي بقت 105 107 و110، عملنا الترتيب. تنفع ما تنفعش ليه؟ الماكسيمم فاليوز اللي تكون في النود هي 2، انت كده خليتهم 3، فايه اللي هيحصل؟ هيحصل عمليه السبليتنج، عمليه الانشطار، ان 105 تكون في صندوق لوحدها، وال 110 تكون في صندوق لوحدها، وال 107 تطلع فوق. طيب ال 107 لو طلعت فوق انا اهو احطها فوق، تنفع؟ ما تنفعش. ليه؟ لان انت كده خليت فيها 3 فاليو، فاللي هيحصل ان ال 100 هتترتب 100 107 115، ال 115 هتبقى في صندوق لوحدها، وال 100 في صندوق لوحدها او في نود لوحدها، وال 107 هتطلع فوق لان هيحصل عملية انشطار. ماشي، هتطلع فوق. لما هنيجي عملية نعمل الترتيب وتطلع فوق، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان بقت ايه؟ 70 90 107. تنفع؟ ما تنفعش. ليه؟ لان كده الماكسيمم فاليو بقى 2 اساسا، بس انت كده عايز تخليها 3، وكده ما تنفعش. فهتبقى 70 في نود لوحدها، في بوكس لوحدها. افتكر المثال بتاع 1 2 3، بص على اول الفيديو عشان تعرف ال 1 2 3. لو انت نسيت ال 1 2 3 ده كان مثال ازاي. وال 107 دي في صندوق لوحدها، وال 90 تطلع فوق. يبقى مين اللي هيكون الرود دلوقتي؟ ال 90. عليك نور. ماشي، يبقى اللي هيتغير في الليله دي ايه بقى؟ اللي هيتغير هنرسم الرسمه دي بقى من اولها بقى كلنا مع بعض. تمام. طيب احنا قلنا ان لما هتطلع فوق كده هنلاقي ان 90 هي المفروض اللي تكون الروت، ويكون البديل بتاعها 107. تمام، وكل واحدة تتقسم في صندوق لوحده. تعال نشوف الكلام ده كرسم. لو قلنا 90 هتكون هي الروت. طبعا مجرد لما تلاقي، حلو اللون، مجرد لما تلاقي ان انها فتحت معاك في ليفل جديد، احنا كده ضفنا ليفل جديد، فاعرف ان انت كده ماشي صح. احنا كده بعد ما كانت 3 ليفل بقت 4 ليفل. ماشي، يبقى 90 هتشاور على 90 هتشاور على ايه؟ على 70 اللي هي، مش احنا قلنا 90 بقت هي الروت، وهنا في بدلها 107 زي ما قلنا، فالمية وسبعة فبقت 90 دي اللي على يمينها، اللي على شمالها بيشاور على 70، الجزئية بتاعت 70، واللي على يمينها
اللي على يمينها بيشاور على الجزئية بتاعت 107 ومشتملاتها. طيب تعالى نعملها، مصر ان اللون ده حلو. ماشي، يبقى 90 بتشاور على كام؟ على 70، وبتشاور هنا يا سيدي على 107 اللي احنا عايزين نعملها insert. طيب السؤال هنا، 70 دي حصل لها اي حاجة؟ يعني الجزئية بتاعت 70 دي هي بقت مفصولة لوحدها، هي بقت خلاص يعني independent، هي بقت منفصلة تماما، منعزلة عن القسم ده كله خالص، منعزلة عن الجزئية بتاعت 107 خالص. وطبعا احنا شغلنا كان على الرايت، كان على الرايت في الجزئية دي كلها، ما لمسناش ولا 80 ولا 77 ولا 75 والكلام ده. فالجزئية بتاعت 70 دي كلها من أول هنا لغاية 80 كلها كده هتترسم من تاني زي ما هي as it is. فأنا هعمل إيقاف للفيديو عشان مدته متتواتش، وهرسم الجزئية بتاعت 70 ده أنا ما عملتش فيها أي حاجة، ولا ضفت ولا مسحت منها أي رقم. تمام. طيب تاني، أنا عملت خلاص الجزئية بتاعت 70 اللي أنا ما لمستش فيها أي حاجة، ودلوقتي انا عند الجزئية بتاعت 107. طيب احنا طبعا قلنا حاجة، قلنا 107 لما مشيت هنا، لما كانت نازلة هنا فلقيت 105 107 110، قسمت 105 و110 صندوقين، ونزل وطلعت فوق قسمتهم برضو صندوقين، صندوق للمية وصندوق للمية وخمستاشر. فكده انت عندك تو نود جداد هنا وتو نود جداد هنا. تمام. طيب المية وسبعة لما طلعت ماشي، المفروض هي دلوقتي اهي بتشاور بقى على مين؟ الأصغر منها كام والأكبر منها كام؟ فبكل بساطة هقول له ايه؟ هقول له ان 107 لما هي كانت فوق كان الأصغر منها ال، طبعا معلش عشان نكون متفقين الرقم ده 95، ها هو عديت غلطة كتابية كده، 95 عشان بس محدش يقول ازاي 90 هنا و90 كانت فوق هي دي 95، ما فيش اي مشكلة خالص ان احنا ما اتكلمناش عنها، ما فيش اي مشكلة. المية وسبعة كانت بتشاور على انهي نود؟ المية وسبعة يا سيدي المفروض بتشاور على الاصغر منها. ماشي، المية وسبعة لما طلعت فوق كانت بتشاور على القسم بتاع المية والمية وخمستاشر، يعني المية دي اللي بتشاور عليها اللي هي الاقل منها، حلو، والمية وخمستاشر التانية. تمام، لأن دول اللي اتعمل لهم عملية السبليتنج. يعني احنا قلنا المية اتعمل لها عملية سبليتنج فاتقسمت لوحدها، وقلنا المية وخمستاشر اتعمل لها عملية سبليتنج فاتقسمت لوحدها، حلو. فالمية وسبعة دلوقتي بقت بتشاور على انهي؟ ده مثال ال 1 2 3 تاني، من المية والمية وخمستاشر. طيب المية كانت بتشاور على ايه؟ المية في السابق طبعا يعني افكس بقى، افكس الجزء بتاع التمانين ده خالص كده، خلاص الجزئية دي مش تبعنا. المية دي في السابق كانت بتشاور على ايه؟ كانت بتشاور على 95، وبتشاور على الصندوق ده اللي هو 105 والمية وعشر، بس طبعا الصندوق ده للأسف اتقسم، فبقى عندك 95 المية دي هتشاور على الجزئية اللي هي 95 اللي هي الثابتة وما حصلهاش مشكلة. يبقى تعالى نرسمها، طبعا الرسم بنرسم قمة الملل. يبقى هنا الرقم اللي هو 95 اللي هيتشاور عليه بدون أي مشكلة
وهتشاور على الأكبر منها اللي هو 105، تمام. فكده نقف بقى هنا بريك شوية. البريك هنا في ايه؟ انا حتى الان اللي عايز اعرف اكبر رقم انا خليته يشاور عليه 100 اللي هو 105 اصغر من 107، يبقى انا كده ماشي صح، جميع الارقام اللي هنا اصغر من 107، تمام، يبقى انا كده ماشي ايه، ماشي صح. طيب ال 115 كانت بتشاور على ايه؟ 115 كانت بتشاور على 120 وعلى 110، لأن 110 لما انفصلت بقت خلاص بيتشاور عليها منين؟ من 115. طيب يبقى 110، يبقى 115 آسف، بتشاور على مين؟ بتشاور على 110. بتشاور على 120. ندور الخط ده كده شوية. طيب معنى كده ان اللي اكبر من 107 اهو. طب 115 اكبر منها كام؟ 120، والاصغر منها 110. 110 دي أكبر من 107؟ التسعين، في حاجة أصغر من التسعين هنا؟ لأ، يبقى أنا كده التري بتاعتي دي صح، التري بتاعتي دي فعليا بقت بالانسد في أوردر 3، بالانسد يعني فعليا كل نود ليها تو شيلدرن، تمام؟ طبعا معظمهم دلوقتي عشان خاطر عملنا ليفل 4 فمعظمهم بقوا فيهم 1 فاليو، حلو؟ فكده لو قال لي اعمل انسيرت الرقم هحس بسهوله، بس هو كده الحمد لله المساله خلصت. ده كده ليفل 1، ده ليفل 2، ده ليفل 3، ده ليفل 4. كده السؤال ده بتاع التري خلص، ما فيهوش اي فكره، ما فيهوش اي ابداع. يعني احنا هنا يعني في اول السؤال خالص، تمام، هو حب يخلينا نشتغل على ايه، على الجزئيه دي، تمام. في هو ده يعني ده السؤال اللي هو جايبه في فاينل 2017. السؤال بتاع فاينل 2016 بدل ما مخليك تشتغل على الجزء ده مخليك تشتغل على الجزئية دي بالظبط اللي هي دي، يعني بدل ما خلاك تشتغل على اليمين خلاك تشتغل على الشمال، ده في امتحان 2016 بقى بأرقام تانية، تمام. بس نفس اللي اتعمل تحت ده هو نفس الحوار، وهتنزل ليفل 4 ونفس القصة، ومعظم الوقت مش بيطلب ديليت. انا ما شفتلهوش في امتحان ان هو بيطلب ديليت، فالديليت يعني مش مطالب ان انا اشرحها، لان هي مش هتفيد قوي يعني، تمام. بس هي دي كده المسألة اللي اخدناها في الكويز وكل حاجة، تمام. شكرا.